دكتور عوض خويس، صباحك نور دكتور، شاكر حضورك ووجودك معنا، يعني منور الاستوديو نور ساعات. الله يسعدك يا رب. قبل الحديث مع الدكتور وايضا نحكي نبذه عنه، بحب انه ابارك للجميع في هذا الشهر المبارك، شهر تكريمنا لمريم العذراء. سوف نتحدث عن ماذا خصصت الكنيسه في هذا الشهر المبارك اللي من نكرم فيه سيدتنا مريم العذراء. وجدنا انه نشوف كيف العلمانيين والملتزمين عم بكرموا ويرون هذا الشهر المخصص لتكريمها، كيف يعيشون هذه الخبرة وماذا تعني لهم سيدتنا مريم العذراء. الحديث عن مريم العذراء من المنظور العلماني فنسميه، نعم، وليس المنظور اللاهوتي. نعم. مسألة انا بعتقد كثير مهمة، انه هذه لها علاقة بجملة الإيمان اللي هو الموروث وغير الموروث. نعم. يعني ومن هون تأتي أهميتها. العذراء هناك محطات مهمة، نعم، في الإنجيل وفي السيرة الإيمانية لابد أن نقف عندها لنسلط الضوء على ماهية العلاقة مع العذراء. نعم. مثلا نبدأ عند مجيء الملاك بشارة، نعم، بشارة السيد العذراء، وقال لها السلام عليك يا مريم. فكانت جواب العذراء بعد استلام رسالة الملاك ها أنا ذا، وها أنا ذا باللغة العربية دليل أنني على استعداد لما تقول، لا على استعداد، نعم، لأن أندفع منفذا ما تقول. نعم. فكلمة أنا بتقديري، وهذا اجتهاد مني، وأنا لا أتكلم لاهوت، وهناك أساتذة كبار في هذا، نعم، المجال، هذا ليس مجالي، لكن أعتقد أنه لولا ها أنا ذا لما كان أبانا الذي. نعم. وهذه مسألة جميل، كثير مهمة، لأن انطلقت الحكاية منها أنا ذا، من هذا الاستعداد الفطري الإيماني العميق لمريم العذراء، انطلق من هذه النقطة ليؤدي في النهاية إلى نقطة جميلة جدا، وهي التي فعلا توجت في النهاية العمل الخلاصي في أبانا الذي والفداء والقيامة. فإذا من هون منقول إنه هذا الاستعداد الإيماني لدى العذراء نتمنى أن ينسحب على إيماننا نحن، أن نكون مستعدون لأن نلبي نداء الرب، أن نكون قادرين على تنفيذ ما يوحى إلى المخطط الإلهي بأن ننفذه نحن، سواء مباشرة أو غير مباشرة لدى هذا الإنسان. لذلك أن نندفع بإيمان حقيقي راسخ ثابت نحو مشيئة الله وما يريده الله لنا خلاصيا، وما يريده الله لنا كيف منهجية الحياة وكيف منهجية الإيمان أن تكون. سيدتنا مريم العذراء كانت عندما كانت تتكلم أو تستقبل رئيس الملائكة عندما بشرها، هي كانت مملوءة من الروح القدس، نعم، منذ ولادتها، نعم، فكانت هي حافظة لهذا شو بدي أقول لك، النعمة الكبيرة، هي كانت ممتلئة نعمة. لما تقول ممتلئة نعمة وليس ببعض الترجمات الغربية المنعم عليها، ليست المنعم عليها، يعني المنعم أي إنسان ممكن كل القديسين وهيك، وإحنا منعمين علينا في النعمة من عند ربنا، لكن هي الوحيدة الممتلئة نعمة اللي قالها الملاك عند تبشيره لمريم العذراء، فقالها السلام عليك رئيس الملائكة، يعني زي ما تقول الضابط الكبير، الرأس الكبير، رئيس الحرس والجيش، ممتلئة نعمة، قالها السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. نعم نعم. وبعدين بارك على المباركة من بين النساء، يعني أنت الوحيدة، نعم، المرأة المباركة من بين، صحيح، النساء. صحيح. فكيف لبعض الحركات المتطرفة إنها تغيب هذا التكريم لسيدتنا مريم العذراء وتقول إنها كانت قناة
لإيصال السيد المسيح وليست هي الجوهر. وهناك تعرف دكتور مغالطات، وفي كثير أسئلة عم تجيني على الصفحة وعلى هذه الحلقة عن هذه الأمور عن مريم العذراء، أننا نضيع الجوهر من خلال تكريمنا لسيدتنا مريم العذراء وعدم، أنت بعت حكيت كلمة الشفاعة والوساطة أنها هي وسيط، فبقول لك أنه أنا لا أريد أي وساطة بيني وبين الله، أنني أريد أن أكون مباشرة علاقتي مع الرب. وهذه بعض المقولات التي نسمعها من هنا وهناك، يعني أنا بعتذر عنها وبعتذر أنه تكون شوية حادة بالحكي. واضح تماما أننا لا نقصد الانتقاص من شفاعة المسيح. المسيح هو الشفيع الأكبر والأوحد، وهو رب الإله المخلص الفادي. يعني لا أحد يحدث هذا الالتباس. نحن نتحدث عن أن هناك شخصية مقدسة اسمها العذراء، هي أم لنا وأم للكنيسة، ترعانا كأبناء لها، ونلتجئ إلى حضنها طلبا للرحمة من الله، لأنها لها حظوة خاصة عند المسيح. هذه المسألة في غاية الأهمية، ولا يجوز الخلط هنا من باب إنه يعني، لأنه الخوف وين؟ الخوف إنه عندما نحن يعني ننكر شفاعة العذراء بالمعنى الواسطة والأم والعلاقة الأمومية الحميمية، عندما يتم إنكار هذه العلاقة وكأننا ننتقص من قدسية العذراء. فهنا هذه الالتباس يجب أن ننزع وأن نكون واضحين وصريحين. نكرر، نحن لا نعبد العذراء لكنها أمنا، لكننا أبناؤها، نلتجئ إليها كما يلتجئ الطفل إلى أمه طلبا لأي غرض لأي شيء. وعندما يريد أن يطلب شيئا من والده يلجأ أي طفل إلى أمه أحيانا لكي تتوسط لديه لدى والده. هذه العلاقة كثير مهمة أن يتم ترسيخها وفهمها لدى الناس.